السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من قناة عبد الرحمن بنحييكم وبنقول لكم بقى في فيديو حلو وجميل اهو من مدينة اسمها مدينة المعدية. ألف سلام عليكم. دي بقى المعدية. ألف سلام عليكم. دي حوالي الساعة 6 الصبح. دي كده أنت كنت بص الدنيا عاملة إزاي يا جماعة؟ خلاص يا جماعة. جميلة إزاي؟ جميلة وحلوة إزاي؟ معلش هو ساعة الصبحية بس كده. احنا شايفين مدينة جميلة جدا فيها بقى سمك سمك طبعا ايه طبعا بالماء ده قرص الشمس طبعا لحظة الشروق السوق جميل ازاي لحظة ممتعة فعلا شايف المنظر عامل ازاي حاجة جميلة جدا ليه؟ بتصور المنظر؟ بصور منظر حلو جدا يعني من المعدية بص عامل ازاي المنظر؟ جميل شايف عامل ازاي؟ حاجة بصراحة تحفة يعني جميلة جدا ما تتسابش صح؟ يعني منظر زي ده كده ما يتسابش طبعا باين عتمة هنا شوية الضوء لسه احنا الشمس ما طلعتش يا جماعة لسه المدينة دي بقى فيها سمك كتير بالجملة يعني بيجوا التجار بيشتروا بيه بالجملة وعندهم مزاد طبعا هنيجي في يوم كده ان شاء الله ونعمل لكم فيديو حلو جدا عن المزاد بتاع السمك في منطقة المعدية انا طبعا عجبني قوي المنظر الجميل قوي 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 ده بتاع منظر الشمس حبيت انزله لكم كده على القناة عشان تشوفوه بص منظر جميل ازاي رائع يعني شايف يا جماعة شوف ضرب مع الشمس كده ضربة شوف يعني طبعا ده من ربع ساعة نص ساعة كده كان أحمر خالص بس الشمس بقى ابتدي تفتح ازاي ده عاملة مع المية عاملة منظر جميل جدا فالمنظر ده ما حبيتش أسيبه طبعا حبيت أصوره لكم عشان أوريكم حاجة جميلة جدا بلدنا حلوة فيها خير كتير حاجة جميلة جدا ونتقابل بقى تاني في فيديو تاني بإذن الله كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته